مجموعات بشرية توحدها اللغة، تجمعها التقاليد المشتركة باكتشاف نقوش صخرية آخرها بجنوب مدينة الصويرة تحمل رسوما لحروف تيفيناغ القديمة. حسين الزيك ورفيق كومات. قبل أقل من شهر فقط اكتشفت هذه النقوش الصخرية بجنوب مدينة الصويرة، هي الأولى من نوعها بشمال إفريقيا، إذ تحمل بالإضافة إلى حروف تيفيناغ الأمازيغية القديمة، تأكيدا باهتمام الإنسان الأمازيغي بعلم الفلك القديم. أحجار منقوشة تنضاف للاكتشافات الأركيولوجية حول ثقافة ولغة المجموعات البشرية بالشمال الأفريقي. لقينا واحد مجموعة ديال واحد النقوش صخرية كتدل بأن حجارة كبيرة كطيح من السماء، وكاين حيوانات وكاين إنسان، والأهم من هادشي كلشي هو لقينا في جوج ديال هذا النقوش الصخريه مكتوبين بالتيفيناغ القديمه. وهذا النقوش الاخرى تغطي كل التراب الوطني، واكثر منها يوجد على التراب الجزائري والليبي والتونسي، وتمتد الى منطقه النيجر. وهذو مراجع اركيولوجيه تبين المجال الجغرافي الذي تطورت فيه الثقافه الامازيغيه القديمه. الدراسات التاريخية والأركيولوجية تؤكد أن امتداد تاريخ الأمازيغ بشمال إفريقيا يعود إلى أكثر من 3000 سنة، بامتداد جغرافي من جزر الكناري غربا إلى منطقة سيوة المصرية شرقا. هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة يوحدها تواجد لغوي للناطقين بالأمازيغية بتعدد فروعها وتنوع المجموعات البشرية الحاضنة لهذه اللغة والثقافة. العمق الأنثروبولوجي المشترك بالشمال الإفريقي يظهر بجلاء في احتفالات إيدي الناير أو السنة الأمازيغية، حيث تتوحد العادات والممارسات، فالتعدد اللغوي والثقافي ظاهرة اجتماعية وتاريخية. تعدد هو في الأصل عامل إثراء وغنى للتنوع الثقافي والإنساني.